تظاهر مؤيدو رئيس هندوراس المخلوع مانويل زيلايا احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح به، وذكر شهود عيان أن دوي إطلاق النار سمع بالقرب من القصر الرئاسي، وفرض الرئيس المعين من قبل الكونغرس حظرا للتجوال لمدة يومين، بينما أثار الانقلاب العسكري في هندوراس ردود فعل دولية منددة أهمها الموقف الأمريكي الذي اعتبر أن زيلايا ما زال الرئيس الشرعي للبلاد. وضعت المؤسسة العسكرية في هندوراس نهاية للاستقرار الذي شهدته البلاد منذ نهاية الحكم العسكري في أوائل الثمانينات بعد الإطاحة بالرئيس مانويل زيلايا وطرده على متن طائرة عسكرية إلى كوستاريكا. الرئيس المنتخب ومنذ توليه منصبه عام 2006 قاد تحول البلاد إلى اليسار، وكان حليفا كبيرا للرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، لكن سعي الرئيس لإجراء استفتاء على تمديد فترة الرئاسة لولاية ثانية أثار حفيظة الجيش والبرلمان ومؤسسات أخرى في هندوراس، وعجل بمغادرته مقعد الرئاسة قبل الموعد الدستوري في أوائل العام المقبل فيما وصفها هو بعملية خطف وانقلاب. هذا الاختطاف يشكل ضربة لهذا البلد وصفعة على وجه بقية العالم، كما أنها تعد خطوة للوراء إلى نحو 40 أو 50 عاما إلى عصور الدكتاتورية. ووفقا للدستور في هندوراس يتولى رئيس البرلمان رئاسة البلاد مؤقتا لحين إجراء انتخابات رئاسية مقررة بالفعل في شهر نوفمبر تشرين الثاني. خلال فترة الستة أشهر إذا قدر الله لي أن أحكم فسأعمل على إجراء مصالحة وطنية شاملة بين أسرتي هندوراس العظيمة، وسأذهب إلى أبعد من ذلك ونتشارك جميعا في الحكم كما يقتضي الدستور. ورغم أن شعبية الرئيس المنتخب مانويل زيلايا انخفضت في الفترة السابقة، إلا أن أنصاره تظاهروا في شوارع العاصمة تيغوسيغالبا ونددوا بعملية الإطاحة بالرئيس الذي انتخبوه. وفي ردود الفعل الدولية أعرب الاتحاد الأوروبي وعدد من الحكومات في أمريكا اللاتينية عن إدانتهم وطالبوا بإعادة زيلايا إلى المقعد الرئاسي، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في هندوراس. أما إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما فاعتبرت أن ما بني على باطل فهو باطل، وقالت إنها لن تعترف إلا بالرئيس الشرعي مانويل زيلايا. إسلام محي الدين، بي بي سي.